عطار صنعاء، التحالف العربي يكشف منح تصريح لوفد الحوثيين لمغادرة اليمن بناء على طلب الأمم المتحدة. لكانت القوات المشتركة للتحالف تم تقديم طلب إليها من الأمم المتحدة بشأن إعطاء التصريح لمغادرة الوفد الحوثي. تم إعطاء التصريح، وفي يوم أمس تلقينا طلب من الأمم المتحدة بإلغاء التصريح، وبذلك ما في شك كما أوضح المبعوث الخاص في تصريحات يوم أمس أن المشاورات أو المحادثات لا بد أن تكون من دون شروط. أعتقد أن الميليشيا الحوثية قدمت شروط على الأمم المتحدة أو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وهذا سياسة تتبع الميليشيات الحوثية ودليل على عدم الجدية. مماطلة المتمردين المستمرة لإنهاء الأزمة يقابلها التزام الحكومة اليمنية للانخراط في المسار السياسي لحل الأزمة، وذلك بعد وصول وفد الحكومة في الموعد إلى المدينة السويسرية. وبالتزامن أجرى أعضاء الوفد اجتماعا غير رسمي مع المبعوث الدولي إلى اليمن لمناقشة آخر تطورات الدائرة. وذكرت مصادر أن الوفد الحكومي وردا على سلوك الانقلابيين الغير الجدي ألمح إلى مغادرة جنيف في حال عدم وصول وفد الحوثيين اليوم. الطرف الحوثي وكعادته يبدو أنه استطاع زعزعة ثقة المتتبعين للشأن اليمني بشأن نجاح المشاورات، خاصة بعدما بات واضحا سعي ميليشيات الحوثي إطالة أمد الأزمة والحرب بإعاز من راعيهم النظام الإيراني. عدم جدية الميليشيا الحوثية هي ليست فقط لهذه المحادثات كما ذكروا يوم أمس في وسائل الإعلام بأن التحالف يعطل مغادرة الفريق أو المجموعة الحوثية الذين مشاركين في المؤتمر. هناك دائما مماطلة من الميليشيات الحوثية وهم لا يمتلكون أي قرار، وهم مجرد أداة. ما في شك هناك مستشارين كثيرين بالنسبة للميليشيات الحوثية سواء من الحرس الثوري الإيراني أو من حزب الله اللبناني الإرهابي في هذا الجانب. مؤشرات يراها البعض غير مبشرة لمجريات حلحلة ملفات الأزمة اليمنية التي لا تزال تراوح مكانها في جنيف، فحتى المبعوث الدولي يبدو أنه قلل من سقف التوقعات من هذه الجولة من المفاوضات ليصف ما سيجري بأنه مشاورات بناء ثقة بين الطرفين. ومن المقرر بحسب جريفيث أن يتضمن اللقاء الذي سيستمر 3 أيام إن عقد ملفات عدة على رأسها الأسرى والمعتقلون بالإضافة إلى ملف المساعدات الإنسانية. ولم يتطرق جريفيث لتفاصيل أو معلومات بشأن المفاوضات أو مشاورات تتعلق بالحل السياسي.